بعد ما شفنا تقرير عن كرة السلة سيدات هنروح لكرة السلة رجال. بصراحة شديدة أنا كنت لعيب في النادي الأهلي وعارف كرة السلة في النادي الأهلي. بنتكلم بكل أمانة وكل موضوعية، إحنا أبطال، لكن ما كناش الحالة اللي حاصلة في آخر سنوات في كرة السلة حالة مختلفة عن حالة زمان. مع احترامنا لكل الأجيال، كلهم أجيال مشرفة للنادي الأهلي، لكن الحال حصلت إن الباسكت يبتدي يقرب ويكسب سوبر وكأس مصر وكأس أفريقيا ودوري مرتبط في آخر أربع خمس سنين تقريبا في النادي الأهلي، هي دي الحالة اللي حصلت. خلينا نرحب بضيوفنا اللي يعني أنا بعتز بصداقته بره الملعب خالص، وحد جميل جدا وهو المدير الفني كابتن طارق خيري، مدير فني كرة السلة رجال بالنادي الأهلي. كابتن طارق مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، وحشني جدا والله. منورنا. نورك. بجد والله سعيد ان انت معايا النهارده، وسعيد ان انت قلت لي قبل الحلقه خالد اتكلم في كل حاجه. انا سعيد ان مع حضرتك وفي بيتنا في قناه النادي الاهلي. بس يا طارق ربنا يكرمك، ومعايا نجم مش صاعد، هو برده ابن النادي الاهلي، بس هو يعني نقول عليه موهبه في التدريب، وطالع مش هقول بسرعه صاروخ عشان ما نحسدوش، بس هو فعلا طالع بسرعه صاروخ. كابتن احمد الجرحي. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا كابتن خالد؟ نور. لا مبسوط ان حضرتك النهارده. انا سعيد جدا جدا بيكو النهارده معايا، بس خلونا نطلع تقرير عن كره السله، هنسمع بيقول ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. نجح الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري في حصد لقب دوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي، بعد تغلبه على نظير الاتحاد السكندري في نهائي البطولة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. تدين سلة الأهلي لفريق المرتبط تحت 16 سنة الذي يقوده فنياً أحمد الجرحي، الذي نجح في الفوز مع فريقه في كل لقاءاته بالبطولة ذهاباً وإياباً. المارد الأحمر نجح في عبور العديد من المطبات الصعبة خلال مشوار البطولة، فنجح في قلب تأخره بعد الخسارة من نظيره الأولمبي سكندري في كبرى المفاجآت على صالة الأمير عبدالله الفيصل ليفوز عليه في عقر داره بالأسكندرية، وذلك ضمن إطار دور 16، ثم الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بعد فوز المرتبط تحت 16 سنة باللقاءين وفوز الفريق الأول بالمواجهة الأولى، قبل أن يستفيق الشياطين الحمر ويهزم سبورتينج ليصعدوا للمباراة النهائية التي نجح فيها في الفوز على سيد البلد في مواجهة كان يتوقع متابعو كرة السلة أن تنتهي لصالح الاتحاد السكندري بسهولة نظرا لما يمتلكه الفريق من لاعبين مميزين ومدير فني قدير، لكن روح الفانيلة الحمراء تجسدت في لقاء الذهاب لينجح رجال الأهلي في الفوز باللقاء، ثم يأتي الدور على أبناء الجرحي ليسطروا التاريخ بالفوز على مرتبط الاتحاد ليحسم الأهلي اللقب دون النظر لنتيجة مباراة الرجال. الأهلي بعد فوزه باللقب رفع رصيده للقب رقم 5 في دوري المرتبط بفارق لقبين فقط عن الاتحاد السكندري صاحب 7 ألقاب. هنيئاً للأهلي برجاله، هنيئاً للأهلي بشبابه في كرة السلة. نأمل في أن تكون هذه البطولة باكورة لحصد بطولات العام الجديد التي ستكون المنافسة فيها على أشدها. بعد ما شفنا تقرير عن كرة السلة رجال والفرحة بدوري المرتبط، خلينا نبدأ مع كابتن طارق خيري صديق العزيز وهو المدير الفني لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي. كابتن طارق صراحة عملت حالة مختلفة في النادي الأهلي، خلينا أقول الحق، أنت دخلت 12 بطولة كسبت ما شاء الله 7 وخسرنا 5، والنادي الأهلي مش هقول لك موجود على الخريطة، لكن كان بينافس بشدة في السنوات السابقة، لكن لما جه طارق خيري عمل حالة. عملت الحالة دي ازاي يا كابتن طارق؟ والله الكلمة دي كبيرة جدا، الحالة دي احنا 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 كلنا عملنا حالة، يعني انا دايما ما بنسيبش حاجة للشخص، احنا كجهاز كلنا عملنا حالة. الجهاز بتاعنا انت عارف اسلام وشريف ودول اقرب الناس ليا طبعا من زمان، يعني
قعدنا في الاول خالص بنتكلم السلبيات اللي عندنا والايجابيات وامنياتنا ايه من ساعه ما التارجت يعني عايزين نحطه لنفسينا احنا كنا بنتعامل ازاي، ايه الحاجه الكويسه اللي تخلي اللعيب يلعب وهو مبسوط ان تقدر توصله ان هو ينافس بقوه. عايز تشيل الجزء السلبي ان انت دايما بتنافس وما بتحققش، دايما حته ان الفرقه الثانيه اجمد منك دي انت بتكسرها، زي بطوله افريقيا كنا قعدنا شهر احمد كان عايش القصه دي ان احنا ازاي نكسر انجولا. نفس القصه في الدوري المصري هنا، انت بتلعب انت مش احسن فرقه والفرقتنا كانت اول سنه مسكنا فيها كانت فرقتنا المفروض الناس كلها كانت بنسبه 80% رابع خمسه في الموسم دوت، احنا كنا بنكسر الحاجز ده. يعني ايه رابع خامس؟ انت في الاخر خمسه ضد خمسه، الدنيا كلها انك بتغير منتاليتي الدماغ، لا انا داخل انافس، وده اصلا المفروض ان النادي الاهلي كده. بس عشان الباسكت دايما كان بيبقى بعيد عن المنافسه دايما، انت مش عايز اقول الروح تيجي لحد النهائي وتلاقي نفسك انت بتروح واقع اما ما تقدرش تكمل للاخر. ده كان جزء مهم جدا. الجزء الثاني احنا ما قدرش الواحد يتكلم عليه عن نفسه، جزء فني ان انت تقدر تخلي الولاد تحط سيستم الولاد يقدروا يبدعوا فيه ويتاقلموا عليه، يبقى حتى كل واحد يقدر يطلع الطاقه اللي جواه، ما تخليش الفرقه واقفه على نجم واحد لوحده. رغم ان انا عندي المفروض في نجوم، بس بنحاول على قد ما نقدر تبقى جوه منظومه. دي كلها عوامل ادت في الاخر مع الجزء بقى الفني اذا كان هجومي او دفاعي انك توصل للمرحله دي. منافسه الباسكت هي اقوى منافسه في الفرق الجماعيه. خلينا نتكلم بشكل بول عنده فرقتين ثلاثه، لكن الطايره عنده فرقتين ثلاثه، لكن الباسكت عنده سبع ثمان فرق، المنافسه بتختلف. اشمعنى الباسكت من وجهه نظرك اللي هو شادد حيله قوي كده؟ الانديه كلها مهتمه بالباسكت زي ما مهتمه بالكوره، عدد اللعيبه اللي في الباسكت مميزين في كل الانديه كتير، فبتقدر تعمل لك فريق قوي. انت عندك المنافسه، ما فيش حد خد دوري السوبر سنتين ورا بعض في خلال العشر سنين اللي فاتوا، دايما هتلاقي اللي في متغيرين يعني. قطاعات الناشئين في الانديه الاخرى مميزه، في اربع خمس انديه بيعرفوا يشتروا او يبقى عندهم لعيبه قطاع ناشئين كويسين ويقدر يجيب اثنين ثلاثه لعيبه سوبر او محترف كويس بينافس. فطول عمرها طول عمر المنافسه قويه من زمان، انا ما اعرفش اسبابها ايه، لان دايما عكس مش عايز نقلل من المنافسه بين في الطايره وفي اليد، انما طول عمر الباسكت من ساعه ما لعبنا هو المنافسه قويه. كاثر الجرحي، ما اقول لك كنت لعيب كويس قوي، بس ما كانش بصراحه ما كانش عندك حظ في النادي الاهلي. يعني كان في مشاكل، كان في اصابات، كان في حاجات متكرره. كان في كابتن طارق. حظ وحش طبعا لما تطلع في وسط نجم وهو واخد المكان بتاعه. ورايا اسلام كمان يعني، هو كان كابتن طارق صراحة. وكابتن اسلام يمكن صاحبك دلوقتي في التدريب. طبعا كابتن بتوعي. لكن خلينا نقول ان انت كمدرب سطرت اسمك من ذهب زي الناس تقول، والناس كلها بتقول ما شاء الله ثلاث سنين ما شاء الله بطولات ورا بعض مفيش خساره الماتش، حققت المعادله الصعبه دي ازاي لفرقتك؟ والله انا لما اشتغلت في قطاع الناشئين كنت اشتغل مساعد لكابتن سيد في الدرجه الاولى، كابتن طارق جه قال لي انا عايزك تشتغل معايا في المرتبط. كويس. كنت نازل قطاع الناشئين وانا يعني مش عارف اي حاجه، لا مش عارف اي حاجه يعني، مش ما اعرفش الولاد، ما اعرفش حجم المنافسه، ما اعرفش. فبدانا نشتغل، اجتهدت على قد ما قدرت مع الاولاد، والاولاد بصراحه اول جيل مسكته كان هم الصغيرين في السنه، يعني كان جيل 2000 2001، بس كان فرقتي 20 لعيب، من ال 20 لعيب في 17 لعيب مواليد 2001، يعني هم طالعين لسه من 14 سنه صغيرين، فكان كلها تجربه بيني وبينهم، احنا لاعب جيل اكبر مننا. اجتهدوا وعملنا ماتشات كويسه جدا، كسبنا كل دوري مرتبط ما عدا ماتش واحد، يعني خسرنا ماتش واحد، لعبنا 19 ماتش خسرنا ماتش، كسبنا 18. بس كنت متاكد من الشغل بتاع السنه دي ان السنه اللي بعديها ان شاء الله يعني مش هيقدر يقف قصادنا. السنه اللي بعديها قدرنا بقى الحمد لله ان احنا نكسب دوري مرتبط بالكامل. كان بعديها على طول يعني كان الفريق الاول بيلعب بطوله افريقيا وفاز بيها، كان خارج مجهد، كسب الماتشات اللي تقدر تدينا كتوتال بوينتس مع بعض ان احنا ناخد دوري مرتبط، كان بماتش فاصل مع سبورتنج وكانت فرحه كبيره. فكنا دايما نعمل مقارنات ما بين الجيل، دايما نخلي الاجيال تغير من بعض، نقول لهم الجيل اللي قبليكم عمل وعمل وعمل بدون هزيمه، فدايما بتبقى فتره اعداد قويه، ماتشات وديه قويه، نبدا نخش على ماتشات الدوري المرتبط واحده واحده، البطوله كل دور بنفصله عن الدور اللي قبليه لغايه ما بنوصل للتارجت اللي احنا عايزينه الحمد لله، وبنقدر ناخد البطوله في الاخر، وده اللي حصل برده السنه دي مع الجيل ده. كابتن طارق، بعد مكسبك بطوله افريقيا رفعت سقف الطموح لكل النادي،
مش للباسكت بس، لكل النادي يعني، كل الناس حط املها جامد جدا على كره السله. ده ضغط ايجابي عليك ولا بيحصل ايه؟ بحس ان انت في الماتشات بتكون يعني شايل حمل جامد على اكتافك وانت واقف بصراحه. والسوبر وكاسبين السوبر يعني ما شاء الله. اللي بيشتغل في النادي الاهلي هو محطوط تحت البريشر دوت ان انت لازم تكسب، مفيش حاجة اسمها مركز تاني وانت اعلى مننا بالكلام دوت. لا بعد السوبر مش بعد افريقيا، احنا يعني في الاول كان السوبر ده كانش حد متوقع ان تكسب السوبر. بدأت الناس تكلمنا ان احنا الطموحات بقى اللي احنا عايزين افريقيا بالظبط، فربنا كرم وكسبناها. ومش عايز اقول لك ان كان في اتنين بس ممكن يبقوا المتفائلين ان احنا ناخد افريقيا. انا وهاني عبد المنعم يعني، انا وبس، الباقي كله. كابتن هاني عبد المنعم ليه في حياتك باع؟ يعني انا اعرفه على المعرفه الشخصيه، فدايما يقول لي لا انا يعني كابتن طارق ليكوا علاقه شخصيه واضحه جدا. ابويا الروحي انا فعلا حقيقه، انا مسميه ابويا الحاج عضي. هاني هاني هو اول واحد كلمني قبل كابتن عضي شرف وقبل كابتن نبيل بخيت ان انا اجي النادي الاهلي وانا في الزقازيق. ده الكلام ده في 91 كنت لسه لعيب، وانا لسه لعيب. فهو اول واحد كلمني وقعد يزن ان انا اجي النادي الاهلي، وقعد. وبعد ما جيت النادي الاهلي انا مغترب، فهو كمان قريب مني قوي ان هو محتاج ايه، محتاج حاجه. لعبت معاه؟ لعبنا سنين كتير. لعبت معاه في ملعب واحد؟ منتخب ونادي ما شاء الله مع بعض. فليه طبعا اقرب من اقرب الناس ليا في المجال الرياضي يعني. فنرجع لسقف الطموحات، انت بعد افريقيا طبعا دي الناس كلها بدات تكلمك ان خلاص الاهلي بينافس هيكسب كل حاجه. بينسوا ان احنا ان في فرق بتنافسك في نفس الوقت. احنا بالنسبه لنا انا اتعلمت في النادي الاهلي كده بعيد حتى عن افريقيا، فبدايه الموسم نقعد احنا كجهاز احنا عايزين ايه السنه دي، هنعملها ازاي، ونقعد مع ننقل الكلام ده للعيبه ان احنا النادي الاهلي لا يقبل بان 1 2 3 4، وخصوصا ان انت مجلس اداره مش مؤثر معاك في حاجه. انا عايز فلان المتاح لينا بنقدر نجيبه. يعني بنعرض على النشاط الرياضي كابتن رؤوف مشكورا بصراحه، اي حاجه بنعرضها بيقدر يجيب لنا عليها موافقه. كل حاجه طلبناها السنه دي بامانه والله ما مجامله، ان احنا كل حاجه طلبناها السنه دي والسنه اللي فاتت مجلس الاداره حققها لنا. اللعيبه انا عندنا جزء بس في جزء سلبي شويه، ان انت يعني انت عايز تكسب كل حاجه، بيجي وقت غصب عنك انت القائمه بتاعتنا 14 لعيب، يجي لك اصابتين او ثلاثه تقال ياثروا في اي فرق يعني. اي لعيب او اي اثنين لعيبه مميزين في اي نادي مهما كان قوته ياثروا عليه بشكل كبير. دي من الحاجات اللي مخليانا ما قدرناش ننافس في الاربع بطولات اللي احنا خسرناهم، الاثنين دوري واثنين كاس. كان دايما عندي تلاقي ابراهيم الجمال سبرين انكل معاه اثنين لعيبه، دي كان بيحصل دروب غصب عننا احنا كجهاز فني. فدي اكتر حاجه يعني نقدر نعملها يعني. شايف بعد ما كسبنا افريقيا النظام اتغير، حظوظنا ايه في افريقيا الجايه؟ خلاص مرتبط خلص والناس فرحت وحضرتك فرحت، عايزين نبص اللي جاي. عندنا بطوله افريقيا الناس بتتارجت كابتن طارق خيري بفرقته، بتتارجت فرقه النادي الاهلي ان هي تكسب بطوله افريقيا. شايف النظام القديم احسن ولا النظام الجديد احسن ولا رايك ايه؟ والله احنا ما فكرناش فيها، احنا حسبناها ان هي بطوله افريقيا نفس الفرق على النظام القديم، هي نفس الفرق في النظام الجديد. ممكن تقل شويه المنافسه في ايه، ان انت الفاينل بقى فاينل فور، فاينل فور اربع في اللي يوصل الفاينل اربع فرق. النظام القديم ممكن من مميزاته ان انت ممكن لا قدر الله لو وقعت في جيم تقدر تلحق، ان انت عندك مجموعتين ست فرق تقدر لو قدر الله وخسرت جيم تقدر تعوض الجيم اللي بعديه. الدور اللي جاي مفيش الكلام ده، انت عندك دور ال 16 اول وتاني، الثمانيه ماتش رايح جاي لازم تكسب. الفاينل فور اكيد اكيد الاربع فرق اللي جايين ما فيهمش فرقه متوسطه، مستحيل انسحاب. فشايف دي صعوبتها. شايف حظوظنا ايه في او شايف اللي هنترجت فين باذن الله؟ لا المنافسه ان شاء الله زي البطوله اللي فاتت. موجود. طبعا هو المنافسه ان شاء الله في دور الاربعه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن جرحي في اول السنه جالك عرض مهم جدا من يسموح، وكان الفرقه الكبيره اعتقد، الفرقه ما كانتش فرقه صغيره مظبوط؟ لا كان نفس ما اللي انا موجود فيه في نادي الاهلي. نفس اسمه. يعني لا كان هبقى مساعد في الدرجه الاولى زي ما في الاهلي، نفس وضعك بالظبط. ومدرب المرتبط. كانت فلوسه احسن بس قعدت في النادي الاهلي ليه؟ يعني هو ما حدش يقدر يقول النادي الاهلي لا. يعني ما حدش مش هتقدر تقول النادي الاهلي. العرض كان مغري يعني، عرض مالي طبعًا. قوي. طبعا. اتفضل. فما هو اي حد من اولاد النادي عشان يطلع بره النادي لازم بيكون النوادي الثانيه بتدي لك مميزات مختلفه، بس بترجع في الاخر برضو دايما حبك للنادي مع كلمتين من هنا كلمتين من هنا بتبدا. وكان الرفض يعني جاي بدايه من كابتن طارق على راس الجهاز،
للنشاط الرياضي لمجلس الإدارة. فحسيت فعلا ان الناس ايه حابه ان انا ابقى موجود. وبصراحه يعني بعد ما دوري مرتبط خلص حسيت ان ربنا عمل لي الخير، لان ممكن يعني ان انا مش موجود في النادي ما كنتش حقق، يعني بصرف النظر ان النادي حقق، بس برضو تتحسب ان الواحد حقق 3 سنين ورا بعض مع النادي بطوله، فدي بصراحه اهم من الفلوس، اهم من اي ميزه تانية غير البطوله. والبطوله جوه النادي الاهلي بقى ليها طعم تاني خالص، يعني انت تكسب في النادي الاهلي طبعا. يعني ابرك ما بتكسب 50 بطوله بره النادي الاهلي الحقيقه. قدام الاتحاد السكندري حصل لك مواقف كتيره في الماتش، كانت صعبه، لعيبه بتصاب، استبعادات، انت سخن على الحكم، يعني صراحه اللي كان المحللين هنا قالوا لي ان الحكم شويه جه على النادي الاهلي، لكن نبعد على التحكيم. كان الماتش ده انا حاسس ان انت مش احمد الجرح بتاع كل ماتش، كان عليك ضغوط جامده جدا على الماتش ده عشان تخلص الدوري، مظبوط؟ بالظبط. اتعاملت ازاي مع الموقف ده مع لعيبه عندها 16 سنه؟ هو في الاول الحكمين بصراحه انا كان منهم كل احترام وانا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، وهم يعني ممكن يكونوا مش موفقين في قرارات في اول الماتش، بس اثرت علينا. كان عندنا لعيب مسافر قبل البطوله، كان لعيب مهم جه قال لنا ان هو مسافر قبل البطوله باسبوع وكان لازم يسافر بسبب ظروف اسريه. سيف السعيد لعيب مهم جدا. مع الدوي؟ لا، ده احمد خالد مرتجي. احمد خالد مرتجي تمام. ده ابن لا 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 لا، تشابه اسماء. تشابه اسماء بس عشان الناس تبقى عارفه. انت عارف على طول بيقطوا على طول خالد، وهو اسمه احمد، هو اسمه برضو احمد خالد مرتجي. ما انا بقول لك يعني يلقطوها فيقولوا ده المهندس خالد مرتجي، بس احنا بنقول ان ده مش ابن المهندس خالد مرتجي، ده تشابه اسماء. اتفضل. وسيف السعيد لعيب مهم جدا، جاله يعني زي خلع في الصابونه في بدايه الماتش، وده لعيب مهم جدا عندنا. ودودو البوينت جارد اللي صانع العاب الاساسي اتطرد في نص الماتش. مرتجي انت بتتعامل معاه خلاص ان انت يعني داخل الماتش وعارف ظروفك ايه، لكن المتغيرات اللي جوه الماتش دي هي كانت اصعب حاجه. الحقيقه في لعيبه يعني يوسف كان عندك مشكله فيه لما حصل المشكله دي، يوسف بالذات، لان انا حسيت بعد الماتش اللعيبه كلها حوالين يوسف وحد مهم سيف. جدا سيف سوري سيف. انا اسف سيف انا اسف طبعا سيف دوره مهم جدا. ممكن سيف يعني ممكن لو حد قاعد بيتفرج على الماتش ما يلفتش نظره قوي، بس ليه سيف ليه دور خصوصا دور دفاعي مهم جدا جدا، واثر في الفوز في اليوم اللي قبليه على طول الاتحاد لما كسبنا فرق 17 بونت، وكان ليه دور كبير. ممكن ما حدش يحس الدور ده غيرنا بقى، يعني احنا مدربين حاسين بدوره. فطبعا منظر ركبته كان صعب جدا في الملعب. بس في لعيبه الحمد لله اللي نزلت ادت وشارت الفرقه. عندي مؤمن في الفتره دي في الاخيره شال الفرقه على كتافه، مؤمن طارق خيري. مؤمن طارق خيري لسه بنتكلم عليه. بيبو برضو، بيبو علاء زهران. بيبو علاء زهران بيبو كان شهرين في الجبس، ما لعبش ولا ماتش ودي، ما لعبش تقسيمه معانا، حطيته في السكور شيت. هو عنده من اللعيبه اللي عندها شخصيه، يعني حتى لو تحس ان هو عنده ثقه في نفسه. فانا كنت محتاج في الوقت ده لعيب بالمواصفات دي، ان هو عنده. وفعلا هو تقريبا قطع الكوره اللي غيرت مجرى الجيم، اللي هو حطها باسكت، خد وان مور، لمت مؤمن شاطه 3 بونت، طلعنا 6 بونت في اقل من 20 ثانيه. اتعاملت مع الموقف الماتش الاولاني، كنت انت ما شاء الله ليدنج من اول ماتش، ماشي مظبوط. ازاي الماتش الثاني؟ الماتش الثاني كان الاتحاد السكندري اعتقد لغايه الكوارتر الثالث كان ماشي. بيتعامل مع الولاد ازاي؟ قلت لهم ايه بين الشوطين؟ بين الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث. لا ده انا قبل بين الشوطين ده في الاوتيل. يعني انا بصراحه لما جينا نجتمع يوم بقى يوم الماتش بالليل، انا لا يعني انا قعدت اجتمعت معاهم، وجي كابتن مصطفى الشافعي كابتن فريق درجه اولى، جه كابتن مودي جرحي، جه كابتن طارق غنام، 3 من كبار الفرقه اتكلموا مع الولاد. ودي يعني انا ممكن هي دي اديتهم دفعه معنويه كويسه، بس حطت عليهم ضغوطات بانت اول الجيم ان هم مضغوطين في اول جيم، في كور سهله بتضيع، في حاجات مش مستوانا يعني، عشان كده اتحط علينا في الاول. بين الشوطين اتكلمنا ان احنا، انا قلت لهم مالكمش دعوه بالحكام، احنا هنطلع بره الاوضه دي، اعتبروا انتوا بتلعبوا ضد الاتحاد، انتوا حكام ضدكم، كل الظروف ضدكم، لازم النادي الاهلي ياخد الدوري في الماتش ده. احنا وعدنا كل الناس ان احنا هنروح عشان نكسب الماتش ده، وماتش الدرجه الاولى ان شاء الله يبقى تحصيل حاصل. ما شاء الله، وده اللي حصل. هل ضغط الكلام على الولاد هو ده اللي اثر على اول مستوى ليهم في اول 2 كوارتر؟ هم احساسهم بالمسؤوليه. طبعا احساسهم بالمسؤوليه، وجود بقى كابتن طارق، كابتن اسلام، كابتن شريف موجودين مع الفرقه، هم شايفين مدربين كبار مركزه معاهم، الجمهور كله مركز معاهم، طبعا كله بيتابع السوشيال ميديا فيسبوك طبعاً. فشايفين ان شاء الله مرتبط يخلص بكره، ضغط عليهم زائد ظروف حصل جوه الماتش، وان هم يقدروا يكسبوا الماتش ده بالظروف دي كلها. لا هم رجاله جدا، وبصراحه الواحد يعني يشيلهم فوق دماغه لبقيه الموسم، بس خلاص يعني خلصت البطوله لازم يركزوا على الجديد. كابتن طارق، دعمت الفرقه بخمس لاعبين السنه دي، كويس؟
خش مش هنتكلم على التدعيمات، لكن هل انت شايف من وجهه نظرك ممكن تحتاج صفقات ناس ثانيه لعيبه ثانيه ممكن تدعم ثاني ولا بدون ذكر اسماء يعني؟ بص احنا بس موضوع التعاقدات ده عشان في ناس كتير قوي بتتكلم فيه من الجمهور مش عارفين، احنا اتفضل ما بنقدرش نتعاقد الا مع لعيب يكون عقده منتهي. كويس. احنا عندنا في حاجه حق رعايه كانت الاول 28 سنه بقت دلوقتي 26 سنه، يعني لازم عشان تبدا تتفاوض مع لعيب بيكون حق الرعايه بتاعه انتهى او تقدر تدفع القيمه الماليه بتاعته قبل حق الرعايه. تعاقدات احنا دايما النادي الاهلي دايما طول ما انت بتتفرج وفي المجال انت بتشوف الاحسن، لو في حد ممكن في خلال السنه مش الكيمياء بتاعتك او الاسلوب بتاعه في اللعب مش راكب على السيستم اللي عندك بتدور على بديل. دي 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 ورده ما نقدرش نحددها دلوقتي لان احنا عندنا موسم طويل. انما دي ورده طبعا في شغلنا. تغيير اللعيب الامريكاني كان مشكله مع انك انت كنت المختار الاولاني، كان في مشكله ولا انت بوجهه نظرك ايه اللي حصل؟ هو كان جاي عنده مميزات وعنده عيب. كويس. انا طبعا ما فيش حد بيجي لك بالفلوس او بالرينج اللي عندنا في مصر سوبر ستار لازم انت عنده حاجات لازم انت تكملها له. اللي جاي عندنا ده لعيب سكوره. حتى ده الاول ولا تاني كابتن؟ الاولاني. الاولاني اتفضل. تمام. الاولاني ده مميزاته عنده نسب ميديم شوت عاليه جدا، عنده 3.70% جامب نط، يعني عنده جود جامبنج باور، ملتزم جدا سلوكه حتى مع المدربين اللي سالنا عليهم في الدوريات كلها كويس جدا. اللعيب الوحيد اللي كان عنده ان هو راجل مش دفاعي مش قوي، 1 ان 1 ضعيف وسيستم ديفنس جماعي ضعيف. انا كنت عارف دي وكنا قلنا احنا اللي هنمرن لان مفيش امريكاني 100% حاله ما يعرفش مش هيجي من بي ايه لا يعني. ممكن ما يبقى مكسل او هو مش عايز هو عايز يهاجم بس، فاحنا قلنا احنا هنجبره يدافع. لما جه لعب معانا هنا اول بطوله ليه كانت معانا تصفيات المنطقه الخمسه احسن لعيب في البطوله حصل. يعني واخد احسن لعيب في البطوله. انا بطبيعي حتى لما بجيب محترف حتى اللي موجود معانا دلوقتي ما بلعبوش 25 دقيقه لان انا اوريدي عندي تيم. انا مش هجيب واحد العب 40 دقيقه ونموت اللي حواليه او ما يلعبوش فتره طويله. فكان الفتره اللي حصل فيها دروب من بعد تنزانيا او من بعد الحريري هو عمل 3 4 ماتشات فيهم دروب عالي جدا، ما كانش مركز مش عايز يستجيب لاي نوع من انواع السيستم الدفاعي. كان عامل لي مشكله في الموضوع دوت. دي الفتره اللي فكرنا نغيره قبل بدايه دوري السوبر او قبل ماتش الزمالك بصفه خاصه. لما جالنا الجديد دوت هو نفس المميزات مع بس انه تالنت يقدر يلعب في سيستم وبيدافع كويس وعنده نفس المميزات. ملتزم محترم. محترم يعني ايه؟ الاجانب دايما بيجوا ليهم ممكن يعني يشرب ممكن حاجات اللي هي حاجات خاصه بيهم مش حاجات خاصه مفيش مشكله فيها خالص الحمد لله رب العالمين. ملتزمين لا في الحاجات دي ملتزمين جدا مع الاختلاف ان هو دفاعيا كويس جدا وده علانه جدا في يعني هو له دور كبير مع الفرقه في الفتره القليله دفاعيا والنسب بتاعته الميديم شوت بصراحه في ماتش الاتحاد السكندري كان عامل او واحد من العوامل عندك او ورقه رابحه في الماتش بتاع الاتحاد السكندري. دي حقيقه في مش الاتحاد بس سبورتنج وزمالك ده اللي انا شفته. لا ماتش الزمالك عامل جيم كويس قوي اول ماتش ليه. ماتش سبورتنج الثاني اكسلنت. هو اخر 10 بونت في دقيقتين في اخر 5 دقائق هو اللي جاب 10 بونت ورا بعض. وماتش الاتحاد الاولاني كابتن احمد بتشتغل شغلانتين او اتنين ليك وظيفتين، وظيفه مدير فني 16 سنه ومدرب مساعد للدرجه الاولى، ايهما اصعب وايهما افضل ولماذا؟ ايهما اصعب؟ الناشئين طبعا اصعب. لان الناشئين انت لعيب يعني في مرحله ان انت مرحله منافسه ومرحله تكوين زي يعني لسه بيتعلم. اللعيب الدرجه الاولى خلاص لعيب يعني امكانياته باينه بتحاول انت ايه يعني زي ما الكوتش بيحط السيستم اللي انت بتشتغل بيه فانت بتشتغل اللي هو عايزه. بتساعد في الدرجه الاولى كوتش حاطط التمرينه حاطط الفلسفه بتاعته انت بتشتغل ايه من خلاله. فموضوع اسهل لكن في الناشئين الموضوع اصعب. ممكن بيبقى فيه متعه بقى احسن ان يعني بالنسبه لي طبعا ان انت بتبقى ايه انت ساعتها صاحب القرار ايه ان انت جوه الماتش فبتحس ايه ان انت بتشتغل بنفسك صاحب قرارك صاحب قرارك.
لكن في الدرجه الاولى طبعا الراي الاول والاخير بقى كابتن طارق بيستشيرنا سواء انا او سواء كابتن اسلام، لكن هو طبعا بياخد القرار في الاخر لان هو اللي عايش على الخط، هو رقم واحد بالظبط، هو اللي عايش على الخط، هو المسؤول عن الفرقه دي بالظبط. فالاثنين بس بصراحه جوه دوري مرتبط ما بتحسش ان في فرقه وفرقه، يعني هو العمل كله جماعي، تحس ان انت بتخلص الماتش الساعتين بتوع مرتبط مستني فرقه كبيره توصل بالاتوبيس تخش اوضه اللبس تخش، يعني انت بتبقى حاسس ان هو ماتش واحد، انتوا عيله باسكت انا بقول انت حاسس ان هو ماتش واحد بالظبط. ففرقه بتيجي فبنبقى نفسنا ان هم يبقوا جايين فرحانين ان احنا كسبانين، دي اول حاجه عشان نبدا ان شاء الله ان احنا نخلص ماتش الدرجه الاولى، يبقى احنا كده الحمد لله كسبنا. ودي برضو اللي الناس كلها قعدت تعاتب ان احنا في ماتشات خسرناها في الدرجه الاولى، ودي كانت سبب اصابتنا وان لازم الكوتش يريح اللعيبه. ممكن يكون مش طبع النادي الاهلي ان انت ما تلعبش، لو ماتش ودي هتلعب عشان تكسب. وممكن بنعتذر للناس ان احنا خسرنا ماتشات زي ماتش من الزمالك او ماتش الاتحاد الاخير، بس ده مش بايدينا، انت عندك تارجت تاني، عندك بطوله افريقيا، مش معقول هدوس على لعيب عنده يعني شد بسيط اجي اخليه يبقى مزق وانا كمان اسبوعين ثلاثه هلعب بطوله افريقيا، فاضحي بالماتش اللي ملوش اي لازمه قصاد ان انا عندي تارجت تاني اهم اللي هو بطوله افريقيا او بطوله دوري السوبر. فممكن لو الجاهزيه البدنيه للعيبه كانت احسن طبعا كنا هنقاتل على كل ماتش، واحنا فعلا كنا بنقاتل، بس امكانياتك بقى الاصابات مع الغيابات مع انك لازم تحط اتنين في السكور شيت من الناشئين في الدرجه الاولى خليتك انك تحسب كل ده على بعض عشان تقدر انك تكمل بقيه الموسم. مش هينفع العب شهر كويس وبقيه في بقى وقت حاسم اللي هو فعلا من شهر واحد لشهر اربعه ده كل البطولات فيه كاس دوري افريقيا، فكان لازم تبقى انت ايه محافظ على لعيبتك حتى لو هتضحي بماتش تحصيل حاصل. لا احنا كمان عايز اكمل على دي، احنا كنا زمان بيتقال لنا واحنا بنلعب بلعب ماتش صغير اكسب بسكور كبير عشان الفرق الثانيه تعرف ان فرقه الاهلي جامده في الاخر. المحصله في الاخر انت ما بتكسبش. احنا عاكسين، انا لا انا يهمني في الاخر المحصله، انا النادي بيحاسبني على تارجت دي على بطوله، فانا حاسبها كده. حتى لو الكلام ده ممكن بيبقى شكلنا مش لطيف مش كويس لا عيب وبتاع، بس في الاخر انت محقق بطوله. انا بحسبها كده. لما لعبت ماتش الاتحاد السكندري الثاني الجماهير النادي الاهلي في كل الالعاب لا ترضى الا بالمكسب، لعبت ماتش الاتحاد السكندري الثاني وخسرنا ماتشك كسبنا البطوله، انا عارف انت كسبت بطوله قبليها وده التارجت اللي حضرتك بتقول عليه، بس الجماهير مش عايزه ده، الجماهير عايز دايما المكسب. في مناوشات بين كابتن طارق خيري والجماهير، شايفها ازاي؟ انا ما بدخلش على المواقع، ما بقاش عارف السوشيال ميديا انت بره الموضوع. من بعد دوري المرتبط اللي كسبناه بعد افريقيا من ساعه ما شتموا اللعيبه انا ما بدخلش على المواقع تماما، لان الناس دي يعني واحد كسبان افريقيا وكسبان مرتبط وبتشتمه او بتغلط فيه زعلان ده طبعا انا ما بخش. بيقولوا لي بقى يعني حد يقول له ما تقوليش حتى بكويس او بوحش ما بتقوليش. انا الموضوع يعني تبقى كسبان السنه اللي فاتت دوري مرتبط وكاس وتلاقي الناس بتبقى كسبان زمالك في نفس اليوم بتاع الزمالك انا صدمت الناس بتقطع فينا كسبان زمالك. كابتن خيري بصراحه العمليه دي ضغط الجماهير اللي بيقول عليه او تشجيع الجماهير ايا كان طبعا قله ادب لا نرضاها لاي حد اكيد يعني، لكن الكلام ده ليه اثر سلبي على اللعيبه عندك؟ وانا بحذره وحذرتهم كتير اول ما حدش يدخل يتعامل او يرد او يقرا، يعني خلي دايما قرايتك نهايه الموسم في الاخر خلاص بقى انت راجل ما حققتش استحمل انت راجل حققت حقك تخش تتفرج او تسمع او تشوف. انا دايما بحذر لعيبتي من الكلام ده لان بيأثر عليا، انا عندي لعيبه بتتشتم ويحصل ايه عندي. كابتن طارق الغنام قال في بعد ماتش السوبر قال للجماهير كلمه يعني سمعته بالراحه علينا او خف علينا حاجه زي كده، عايزينهم يبقى لهم دور ايجابي مع الفرقه لحد نهايه الموسم. تقول لهم ايه بصراحه وانت كده اول مره وجها لوجه مع الجماهير؟ لا انا بالعكس احنا اتعلمنا في النادي ان احنا بنلعب علشان خاطر نسعد الجمهور قبل ما تسعد نفسك وتسعد مجلس الاداره وتسعد نشاط رياضي وتسعد جهازك، انت في الاخر بتلعب عشان الجمهور. ال 60 مليون بتوع النادي ده اكيد كلنا كنا عايشين المرحله دي وكلنا احنا لعبنا ايامنا كان في جمهور. اتمنى او يعني تروم كلمه من قلبك يا كابتن طارق كده بصراحه يعني خليكم جنبينا لحد نهايه الموسم وبعدين في نهايه الموسم حاسبونا زي ما انتم عايزين قبل النادي ما يحاسبنا، انما يعني لازم دايما الانديه كده. انا لو لا قدر الله عندي دروب مين اللي هيشيلني؟ جماهير ده حقيقة. هو اللي هيرجعني. احنا كسبنا افريقيا ازاي؟ بالجماهير ده احنا مش عايزين نقول احنا دورنا الفني ودورنا انك تزلزل موضوع ان انجولا دي هي اللي متسيده افريقيا بصراحة وتقعد تشتغل على الكلام ده، كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي شخصيا يعني. انت كسبت 9-8 ماتشات من 8 في افريقيا ما خسرتش جيم وانت مش اجمد فرقه. بعدها
تتشتم او ناس تقول فلان وفلان ليه؟ ليه انا مش لاقي سبب؟ دايما النهايه انا اتعلمت كده في النهايه حاسبني. تمام اتعلمنا كده يعني. لا اتفضل اتفضل. كابتن طارق خيري بيقول خليكم ايجابيين من الاخر، لازم نقف جنب فرقنا، لازم ما نغلطش في فرقنا. صدقوني انا كمش مذيع النهارده بقول لكم كلاعب، لو اللعيبه اتضغط عليها كمان ممكن هي ما تاديش تتضايق، الدقيقه دي مش هتفرحكم. احنا عايزين النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي تفرحنا في كل الالعاب، عايزين نحاسب مش هنقول نحاسب اخر السيزون برضه، احنا لازم نقف جنب النادي الاهلي ونقف جنب لعيبه النادي الاهلي في اي لعبه، احنا بنشجع النادي الاهلي. دخل فيها مقارنات اللعيبه من اللعيبه كمان، بس اللعيبه بتحس او لعيبه بتقرا اكتر من المدربين. لما يجي مثلا انت النادي الاهلي بقالك من 3 بطولات بتاخد 2 كويس، في انديه ثانيه جماهيريه ما بتاخدش حاجه، تلاقي الجمهور بيشجع المدرب واللعيبه، انت العكس كسبان ومفيش مش مرضي يعني. فدي بخليها اللعيبه طب واحنا ليه؟ لا احنا نتمنى ان هم يبقوا معانا لنهايه الموسم واحنا كويسين، احنا هم فوق راسنا من فوق، وده ان هم لهم دور كبير في القصه دي اكيد، واحنا عايزينهم هم معانا واحنا وحشين واحنا عندنا دروب. واللعيبه بتزعل فعلا، لان يعني حضرتك لما تيجي تشوف تاريخ النادي في الباسكت عندنا حوالي 4-5 جوه الفرقه موجودين دلوقتي. لو هنقول النادي الاهلي واخد 4 دوري مرتبط، ال4-5 دول واخدين ال4 دوري مرتبط ما شاء الله. لو قلنا النادي الاهلي واخد 5 دوري عام، هم واخدين من الخمسه ال4 دول واخدين، في منهم واخد 4 زي كابتن طارق قال نعم، وفي باقي واخدين 3. لو هنقول كاس مصر واخدين 10، هم واخدين 7 منهم ما شاء الله. فاللعيبه اللي جوه الفرقه في 4-5 سواء طارق شفعي الجمال مودي دي لعيبه. رسالتك الى جماهير الاهلي بحكم حبهم الكبير ليك تقول لهم ايه؟ يعني انت يعني جماهيري، انا واحد منهم في ماتشات الكوره يعني، انا ممكن اللي بيتضايق منه لعيبه، انا ممكن في جوه ماتش كوره لعيب يغلط غصب عنك ممكن يخرج من بقك ايه أي كلام، فانت النرفزه وقتيه كويس. لكن لما اقعد بنفسي بقى بعد الماتش واقعد اكتب اهين في اللعيب او اقول له حاجه، دي بقى حاجه يعني ممنهجه او حاجه انت مش يعني بتضايق بيها اللعيب بتاعك اللي انت اصلا اللي هو لو وحش انا معاك ان هو وحش انت عايز تزقه، حتى لو وحش نقف جنبه دي مش هتزقه. تمام. انت ممكن تحسسه بتأنيب الضمير، ممكن تحسسه ان لازم تبقى احسن، لازم تحسسه بقيمه التيشيرت، لازم تحسسه، بس ما تهنوش. يعني انا شفت بوستات للعيبه بعينها عندنا في الفرقه، يعني بتعمل بوست اللعيب بتهزقه. طب دي يعني اللعيب ده ليه اهل وليه اخوات وليه زوجه، فيعني مش ممكن اهين اللعيب كده. وده مش جمهور الاهلي، ممكن تبقى كله هي اللي بتعمل كده، لكن جمهور النادي الاهلي اتعودنا طبعا. انت الاهلي يعني زي ما بيقولوا الاهلي بلس 90، هو عشان هو جمهوره بلس 90 صح. عشان جمهور الاهلي دايما بيشجع للدقيقه، لو لعبنا 100 دقيقه في الكوره بيشجع للدقيقه 100 صح. احنا عايزينه في الباسكت كده نفس الكلام بالظبط. خلينا نخرج جماهير ونريح شويه الملعب وهنرجع للاطار الفني شويه. المنافسه في دوري السوبر، اهلي زمالك جيش سبورتنج سموحه اتحاد سكندري، يعني منافسه قويه جدا طول عمرها شايفها ازاي؟ صعبه شويه هي طول عمرها. والجيش طبعا يعني في دعامات، كل فرقه دي دعمت صح؟ كلهم دعم كلهم دعم. طب ايه هنعمل ايه؟ هو زي كل سنه مفيش جديد، احنا الدوري بتاعنا بعيد عن التدعيمات. عايز اقول حاجة، دوري السوبر رايح جاي ازاي؟ عايزين بس نشرح للجماهير الدوري هيكون شكله ازاي. احنا بدايه دوري السوبر الفعلي يوم السبت اللي جاي كويس. خلاص الدوري اتقسم لمجموعتين 8 فرق و8 فرق تمام. ناقص بس يوم الثلاثاء اللي جاي في مباراه فاصله بين التامين والجياد هيتحدد مين هيدخل منهم 8 ومين يروح للتاسع. كويس. دوري رايح جاي الفرقه كلها، ده نظام جديد السنه دي، احنا كنا بنطالب بيه من زمان ان يتعمل الدوري رايح جاي على ملاعب الانديه. انا عايز قطاع ناشئين عندي يتفرج على فرقته برضو، دي بتعلي القطاع كمان بزياده طبعا. عندك بقى نظام رايح جاي، هنلعب 14 جيم ماتش في ملعبي وماتش خارج ملعبي. في الاخر بيترتب من اول للثامن على حسب النقط او عدد المباريات اللي انت كسبتها. يبدا بعدها الجد بقى، يبدا بعديها دي المرحله الجد اللي انت داخل عليها. الاول اتحدد خلاص من اول للثامن كويس. هنلعب بيست اوف 3، ده يعتبر بدايه تمام. الفاينل بقى الاول هيلعب الثامن بيست اوف 3 كويس، ماتش على ملعبك وماتش على ملعب
عامله ازاي. احنا لحد دلوقتي لسه ما جالناش رسمي هيتلعبوا ازاي. لما يجي رسمي احنا فتره البرنامج بتاعتنا او التدريب بتاعنا بنأقلمه على الوضع ده. ان انت هتلعب بيست اوف 3 وبيست اوف 5 وبيست اوف 5 عشان يبقى انت الحمل بتاعك ملائم للمباريات اللي هتلعبها. انما ارحم من دوره مجمعه. ارحم يعني. انت شايف ان النظام ده انسب نظام ونظام احسن من النظام القديم؟ اكيد. مؤمن طارق خيري بتعامل معاه ازاي في البيت مش في الملعب؟ لسه ما نظمش الملعب. تتكلموا في الباسكت؟ اكيد طبعا. ازاي كابتن احمد جرح يقول ايه؟ لا روح لاحمد جرح. ما انت كده بيقول له تعليمات في البيت. ايه رايك؟ لا طبعا هو لازم يستفيد منه. لازم يستفيد منه. لا يستفيد منه ان حضرتك المدير الفني مش هو. معلش انا اسف. ايوه ما هو المدير الفني. احمد عندك بص بصراحه انا بكلم نقطتين. نقطه مهمه التعامل مع لعيبه اولاد كباتن كبار. انت فرقه يعني كثيرا من اولاد اللاعبين. مش السنه ده كل سنه كده. كل سنه كده. كلهم باسكت. بس على فكره التعامل ازاي؟ لا التعامل زيهم زي اي لعيب. كل واحد يعني انا حتى في اول الموسم كان مؤمن مؤمن من اميز اللعيبه اللي في جيله واللي في الفرقه. ما شاء الله عليه مشاركه عشان ما يحسدوش بابا هو قاعد بس يعني هو فعلا ما شاء الله عليه. وقلت لهم قدام قلت لهم مؤمن لعيب بالنسبه لي مهم. السنه اللي فاتت كان هو مع الجيل الاكبر منه وكان ليه دور كبير ولعيب مهم ويمكن جاب شوطه كسبنا بيها بطوله الجمهوريه في اخر ثانيه. قلت لهم بابا المدير الفني ومش هيلعب عشان بابا المدير الفني. هو هيلعب بدراعه هنا. اللي بيلعب في النادي الاهلي بيلعب بدراعه. صح. مفيش حد بيلعب عشان باباه او عمه او حد قريبه او اخوه. كل واحد بيلعب بدراعه. وانا بصراحه اتربينا جوه النادي الاهلي على كده. وانا يعني والدي هنا في البيت حتى مربينا على كده. يعني يمكن لما كنا بنتكلم على اللعب انا لما كنت مع كابتن طارق وكابتن اسلام في الفرقه يمكن انا اللي طلبت اروح لنادي الجيش. عشان كنت عايز وكنت بلعب معاهم ماتشات مقاولين شرقيه الدخان. بس المشاركات بقى الفعليه مثلا اهلي زمالك اهلي اتحاد اهلي جزيره دي ما بيبقاش ليك دور فيها. وانت عايز تلعب الحاجات دي. فطلبت شرعي. فعشان انا العب اكتر حبيت ان انا اروح نادي الجيش. وهو ما لعبتش غير في الاهلي والجيش الحمد لله. فدي هي دي يعني ده عقلي ان انا لازم ابقى ليا موجود في مكان ابقى انا بادي ابقى انا بدراعي باخد حقي. تمام. النقطة بس اللي عايز اضيفها ان اكيد في لان انا سمعت ناس كتير بتتكلم ان احنا ليه بنكسب في الناشئين وده ملوش مردود كبير قوي او احتكار على الدرجة الأولى. احنا في الناشئين الحمد لله بدأنا دلوقتي النادي الأهلي هو رقم واحد في مصر في جميع المراحل. تمام. ممكن بتسقط منك مرحلة بس على أغلبية المراحل احنا رقم واحد. كويس. أجيال طلعناها الفترة اللي فاتت كتير قوي منهم سافروا امريكا. احنا عندنا في امريكا حوالي 5-6 لعيبه جامدين جدا. حيل. يعني سواء ممكن نقولهم بالاسم عمر الشيخ او عصام او معداوي او مؤمن او التوبجي. فدول 5 لعيبه هيستفيد منهم النادي الاهلي. الناس هتشوفهم خلال 3-4 سنين جايين هيروحوا يرجعوا النادي الاهلي. هيروحوا يرجعوا النادي الاهلي. حيل. زائد ان لعيبه مميزه جدا لسه صغيره لسه تحت 16 وتحت 18. يعني ان شاء الله المستقبل هيكون لينا. الباسكت ما فيهوش احتكار. الباسكت مش زي يعني ممكن معلش انا ممكن بشوف ساعات في الهاندبول او في الفولي. الاهلي راكب خلاص الاهلي بيفضل راكب 5-6 سنين. لان يعني الاهلي والزمالك غالبا هي الدوري ما شفتوش خرج بره الفرقتين. لكن في الباسكت اخر 8 سنين الاهلي خد الدوري الجزيره خد الدوري الاتحاد خد الدوري السبورت خد الدوري حوالين الانديه القويه بيلف. احنا بنحاول نوصل لمعضله الاحتكار دي بشغل بقى الكوتش بقى حاطط خطه في التعاقدات مع اللعيبه اللي هترجع لك من بره مع اللعيبه اللي هتطلع لك من تحت. كل دي خطه ومحطوط اسامي اللعيبه اللي انت ان شاء الله مع كابتن طارق خيري عامل خطه طويله بالظبط. بالظبط. هو ان اللعيبه اللي هتتعاقد معاها مع اللعيبه اللي هترجع من بره مع اللعيبه اللي انت شايفها بروميسنج انها هتطلع تبقى ليها تواجد في النادي. كل ده مع اداره النشاط مع مجلس الاداره مع كابتن طارق ما شاء الله. كل ده محطوط. الناس هتشوف الناتج بتاع الشغل ده في السنين اللي جايه. طيب. لكن يعني ده بس كنت عشان الناس بتقول ليه احنا مش زي ما بنكسب مثلا في ال 16. طبعا في فرق في المنافسه كبير ما بين ال 16 والدرجه الاولى. الدرجه الاولى ملايين. يعني انا كانت اهم بطوله عندي دي في المرتبط في الثلاثه. يعني مش نادي الاتحاد السكندري ليه كل احترامه طبعا. بس من كتر نادي الاتحاد السكندري السنه دي ما صرف. طبعا حاج محمد مصرحي موجود معاهم. فرقه قويه جدا دعمه كتير جدا. فرقه ال 16 سنه على فكره بتاعت اعلامهم كمان. واعلامهم دي حقيقة. فرقه اتحاد اسكندري بتاعت 16 سنه دي هي بطل الجمهوريه من سنه ونص. يعني هم دول اصلا ابطال الجيل ده. فانك تكسب كل ده وتاخد البطوله دي كانت بالنسبه لي يعني وسام كبير على صدرك. كنت فعلا فرحان بالبطوله. تستاهل اكتر من كده. لكن جريت مني من السؤال اولاد المدربين او اولاد اللاعبين بيتعامل معاهم ازاي لما يجي لك كابتن علاء زهران وهو عضو مجلس اداره الاتحاد بيتكلم على ابنه معاك
في حدود فاصله مع احترامنا لكل الناس. هيشرب شاي وهيقوم. لا والله هو ليه بجد يعني خلينا بقى نتكلم صراحه، ليه دايما في كل الالعاب بما انك انت راجل قديم كابتن كبير ومدير فني قدير، ليه في كل الالعاب دايما اولاد المدربين او اولاد اللاعبين محطوطين سبوت ودايما يتكلموا عليهم؟ طيب في كل الالعاب مش بتكلم على الباسكت بصراحه. لا انا اقول لك هي نقطتين. اتفضل. بدايه الاختبارات في الاول بيبقى عندك حوالي 30 لعيب، عايز منهم 17 كويس 16 عشان لو هتدعم فرقه المرتبط. ال 30 دول ممكن منهم ناس ما يبقاش لها نصيب ان هي تبقى معانا، فيقعد يناوش ما بين ولاد المدربين، يعني اللي بيتقلش مش لاقي سبب تاني يحطه الا ولاد المدربين. دي اول مشكله. المشكله الثانيه او المميزات اللي عندنا احنا في الولاد المدربين، ان كل مدرب انا دايما دي حتى نصيحه دايما بقولها لهم، انت شايف ابنك كويس اقعد دعمه، لو انت شايف ابنك قليل ما تحرجناش. احنا هنرد، احنا كقطاع دايما بنرد امثله اللي حصلت في الثلاث سنين واحنا موجودين في الثلاث سنين اللي فاتوا. انت بتتكلم على الباسكت دلوقتي مين؟ انا بتكلم على الباسكت. انا عايزك تكلمك بصفه عامه، ليه المناوشات دي بتحصل؟ هي كده القلش، انت بتتقلش عايز تدافع عن ابنك مش لاقي سبب تاني غير ابن المدرب بس. هل ممكن يحصل مجامله لابن المدرب او ابن لعيب في سبيل ان انت تقلش لعيب قوي؟ يوسف اسلام السنه استحاله في البطوله، انا عندي استحاله في اي لعبه طارق، ما حدش عايز يخسر. انا ما اقدرش اتكلم على غيري. انما انا بتكلم علينا، انا عشان كده بقول لك النقط اللي عندنا. انا عندي اسلام علي مدرب العام وعشره عمر مع جهازنا، ابنه السنه اللي فاتت في 16 طلعناه اعاره راح لعب في نادي تاني. ده مدرب العام؟ لا ده مدرب، ده شغال جوه النادي. يعني مش ابنه مدرب بقى، ده شغال ولاعيب تاريخ النادي وليه تاريخ كابتن وكابتن كبير بصراحه. عصام عبد الحميد ابنه مدرب مشي السنه اللي فاتت وما رجعش تاني. عمرو صابر ابنه السنه دي ما تسجلش صغير لان كان في احسن منه. احنا عندنا حالات كتير قوي زي ما احمد قال، الكويس مكمل، اللي مش كويس شكرا. مصلحه النادي الاهلي اهم حاجه. عمرو طارق خيري والجهاز بتاعه طبعا طبعا. طب هنروح لاسم كبير، لا لنجم كبير انا يعني بحبه جدا. عرفت. اكيد كابتن طارق غنام تاريخ عظيم وكبير ويعني تاريخ بيسطره كتير ما شاء الله عليه. لما جدد هو عنده 40 سنه في النادي الاهلي ما شاء الله، يعني ان شاء الله يلعب 10 سنين كمان، انا عايز يلعب 10 سنين كمان. حصل شويه كلام مناوشات مع كابتن طارق خيري، او الناس بتقول كابتن طارق غنام 40 سنه قالوا ان هو كابتن طارق خيري اصحاب او 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 او، فعايز تشرح الموضوع ده بصراحه. مناوشات من مين الاول؟ مناوشات جماهيريه عاديه يعني. اتفضل. طب بص، انا ولا مش هاجي على نفسي كويس ولا هاجي على النادي الاهلي هاي، فانا استحاله هبقى عايز احط طارق في وضع يخلي شكلي وشكل النادي الاهلي وحش. هايل. استحاله. هايل. مش هضر نفسي تماما يعني. انا بثق في طارق جدا. طارق في عاليه جدا، وانا ده كلامي معاه دايما السنه دي. كان عنده اصابه طويله قوي. تعامل معاه ازاي؟ انتوا اتنين حبايب. هقول لك حاجه غريبه جدا مع طارق من ساعه ما مسكنا. احنا بنمرن 5 ايام او 6 ايام في الاسبوع. وساعات تمرينتين الصبح. كويس. تمام؟ من الخمس ايام دول هو بيجي الخمسه. ما شاء الله عليه. طارق وهو في عنده 20 سنه ما كانش بيجي 4 ايام 3 ايام. انا عارف هو ملتزم لما كبر. تمام؟ دي واحد. اتنين، لان انا في بينه وبينه حوار ما حدش يعرفه هقوله لك على الهوا. طارق واحنا بنرجعه من الجزيره بنمضيه، انا كان صعبان عليا ان طارق يفنش حياته بره النادي الاهلي. فكلمته قلت له حقك عليا. هو طارق فورما يعني، طارق هو في الجزيره شايل بصراحه. حقك عليا. هو طارق كسب في الجزيره، كسب الدوري. بس عشان الكلام ده. طبعا، وهو كان سبب من اسباب فوز نادي الجزيره. دي حقيقه. اتفضل. دي حقيقه. فديك هو، انا قبل ما امسك قلت له طارق انا همسك. هو ما كانش متوقع ان انا هاجي، حصل مشكله السنه دي مضى في الجزيره. لما قعدنا السنه اللي بعدها هو كان نفسه يرجع النادي، وانا كان قلت له يا ابني انا مشيت من النادي اشتغلت في اليوبلس،
فانا نفس القصه نفس الاحساس اللي عندك هو الاحساس اللي عندي. فامنيتي ان انت تفنش في النادي الاهلي. الكلمه دي اول حد اللي شايلها هي دي اللي مخليها ملتزم ان انا حقك عليا انك تفنش حياتك في النادي الاهلي. طارق شايلها فوق راسه لحد دلوقتي. انا اللي بقى بقول له تعالى مثلا بالمره مثلا سبت حد اثنين يعني حد الخميس انا بقول له اتمرن حد واثنين وغيب الثلاث من غير ما تقول لي. يعني انا مش عايز برضو في تعامل في علاقه بينك وبينه كويسه. يقدر يستحمل خمس ايام طبعا في سنه ده. احنا عايزين منه في الاخر ان هو يقدر يشيل الفرقه وهو كويس في الوقت المهم بالنسبه لك. دي حقيقه دي حقيقه. ده بالنسبه لكابتن طارق غنام. كابتن مودي الجرحي نجم كبير في الباسكت, بتعاملوا ازاي مع بعض في الملعب ولا بره الملعب؟ جوه الملعب وبره الملعب. لا جوه الملعب هو لعيب, يعني هو لعيب زيه زي اي لعيب. تعالى مودي روح يا مودي. انت كبير ولا هو؟ لا انا اكبر بست سنين كتير. مفيش مشكله على ده. انت شايف ده انت عايز اتكلم في دي اتفضل. لان مودي جه اشتكاني من معاملته لي. لا جوه الملعب مفيش زيه زي اي لعيب. يمكن ممكن يعني لا يعني اضغط عليه اكتر لان ممكن يكون انا عارف انه يعني يبقى مش باين مثلا ان هو مقصر في حاجه, بس انا الوحيد اللي فاهم ان هو مقصر. بره الملعب احنا مختلفين في كل حاجه. اي حاجه بشجعها هو ضدها, اي حاجه هو بشجعها انا ضدها. يعني انا بشجع برشلونه هو ريال مدريد كده. اي حاجه هو بشجع ريال مدريد. لا 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 مش كويس. لا والله خالص مودي. لا انا زعلت منه خالص. أيوة. كابتن عايز تقول ايه في الموضوع ده؟ لا انا مودي شكاني. احنا احنا في لبنان بنتكلم. قال لي يعني احمد ضابط عليا, احمد بيتعامل معايا لما اتكلم في اي نقطه يقول له ما تتكلمش معايا. ودايما احمد معنفه ان هو مقصر. فده بيجي يتكلم يقول لي طب خلي احمد ما يتعاملش معايا خالص, خلي التعامل مع كابتن اسلام. لا لا اه يعني هو مش عايز يبقى في حزازيه في ان يبقى موجود. يعني انت شايف من وجهه نظرك ده احمد مش موجود يبقى الموضوع. قول لي مين شايفه في الفرقه, طارق الغنام وطارق خيري ومودي واسلام, مين يطلع عندك كتير يطلعوا الكلام ولا ايه؟ لعيبه صغيره من الجيل اللي عندنا؟ اه لا احنا النادي فيه كتير. يعني من الفرقه اللي موجوده حاليا عندي فيه, يعني مش عايز اقول اسماء عشان ايه ما حدش فيهم يزعل. الفرقه الفرقه لا فيها ست. انا متوقع يعني الجيل ده ما حدش من الناس باصص له ان هو جيل, وهو فعلا على الورق كل لغايه دلوقتي الناس تقول هو جيل عادي. بس انا عندي ايمان كده ان هم فيهم 3 4 على الاقل ان شاء الله يكملوا درجه اولى في النادي الاهلي. وثلاثة أربعة في جيل ده رقم كبير جدا على فكره. يعني ساعات بتقعد بالثلاث اربع اجيال ما بتطلعش لعيب. هل الجيل ده يقدر يشيل النادي الاهلي في المرحله اللي جايه لما يطلع لما يوصل لغايه الدرجه الاولى؟ الجيل اللي موجود في ال 18 سنه مع الجيل اللي موجود في ال 16 سنه هو كذا جيل يجي ورا بعض. مع الاربعه خمسه اللي مسافرين لا ان شاء الله النادي الاهلي مش هيحتاج اي لعيب في المستقبل خالص, الا في مراكز اللي هي بتبقى نادره اللي هي بوزيشن خمسه اللي هو يعني زي طارق غنام كده. ده دليل ان هو طارق غنام لغايه دلوقتي بيلعب. طارق غنام ما شاء الله, حتى احنا بنتكلم على طارق غنام. واللي برضه عايز اضيفه ان طارق غنام مش اسم عادي. يعني طارق غنام فعلا زي ما الكوتش يقول يعني لازم يتعاملوا معامله خاصه لان طارق مش اسم عادي. طارق راجل تاريخ كبير في النادي الاهلي في الباسكت, احسن لعيب في مركزه لغايه دلوقتي بيأدي, لغايه دلوقتي بيكسبنا جوه الماتشات الحاسمه. بتلاقي طارق غنام ليه دور كبير. فالاماكن بقى اللي زي مكان طارق لما بتلاقي ان حد افيلبل ان انت تجيبه مهم طبعا هتجيبه. غير كده المراكز الثانيه لا, النادي الاهلي عنده لغايه سن تحت 13 سنه لعيبه ان شاء الله هتطلع تكسر الدنيا ما شاء الله. يعني بتبشر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق المعد النفسي او المعد النفسي في المعد النفسي في الفرق الكبيره مهم جدا جدا. هل ممكن كابتن طارق الخيري يلجا للمعد النفسي بسبب ضغط المباريات والضغط الكبير على اللاعبين في الفوز بالمباريات اللي جايه؟ لا احنا ما جاش في بالنا, بس هو مهم جدا. كان اتطرح علينا من سنتين في النادي ان احنا ممكن نستعين بحد نفسي في النادي. بس الاوبشن ده مش موجود اصلا في الجهاز, في التشكيل نفسه بتاع الجهاز زمان بس اتعملت مره. انما احنا بالخبره او بالسنس بنتعامل مع كل لعيب على حسب طباعه او على حسب الجزء اللي احنا نقدر نعليه فيه نفسيا ان هو يبقى جاي التمرين او جاي الماتش بحاله ذهنيه عاليه. احنا بنقوم بالدور ده انا واسلام واحمد وشريف علي كمان. هل الدور ده من واحد متخصص احسن ولا طبعا اعتقد طبعا بس طبعاً. ما عندناش الثقافه دي برضو. يعني اللعيبه تقول لك احنا مش مجانين يعني. لا مهم. لا بس بقى مهم فرضها بس ما عندناش الثقافه دي. طب يعني قول لي بقى عشان احنا كده بيقولوا لي خلص انت بره الهوا الساعه 10 انت عارف الاخوه الزملاء الاعزاء. يعني قول لي بتوعد ايه بجمهور الاهلي في المرحله اللي جايه بالنسبه ل 16 سنه اللي فرقتك؟ لا يعني نوعد ان احنا هنموت نفسنا في جوه النادي الاهلي عشان النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي يفضل يطلع لعيبه.
مش في ال 16 في قطاع الباسكت كله ان احنا هنموت نفسنا عشان نحط الباسكت في الصوره اللي الناس عايزاها. لان فعلا فعلا والله مصدقني من مش هقول لك من 10 سنين من كابتن طارق غنام وكابتن جانت في الاكاديميات مرورا بقطاع الناشئين كله كابتن طه رجب بكل المدربين من ال 10 سنين لحد لو شفت الماتش بتاعي هتلاقي ان مدربين الجهاز معايا ماجد مدرب 20 سنه يعني معايا وده كله حاجات تطوعيه زائد شغلهم يعني هو مش بيتقاضى فلوس عشان يجي مش ذنبه حاجه كابتن علي هاشم كل المدربين بالذات فرقه المرتبط بيبقى ليها معامله خاصه يعني حتى ان انت تاخد مواعيد تمارين اللي انت عايزها كل حاجه فلا يعني ان شاء الله احنا هنموت نفسنا عشان النادي الاهلي يفضل يطلع لعيبه ويبقى رقم كابتن طارق خيري ليك اي حاجه عايز تقولها بعد كده احنا كده بيزعقوا لي لا, 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 لا ان شاء الله نفرح الجماهير سالتك كل حاجه في حاجه اسئله مختفيه شويه معاك لا, لا 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 طيب وعد اخير لجماهير النادي الاهلي عشان في عجاله سريعه يعني احنا فعلا لازم يبقوا عارفين ان احنا كل اللي بنتعبه او كل اللي بنعمله ده عشان خاطرهم هم بس ان عشان نسعدهم في الاخر وبنوعدهم وان اللعيبه هتبذل اقصى مجهود عندها ان هي تقدر تحقق ان شاء الله افريقيا وتنافس على الدوري والكاس عشان خاطرهم توكلنا على الله شرفتوني ونورتوني بس عايزين نبارك الناس على صفقه حسين الشحات كوره انت كرم والنادي ان شاء الله النادي الاهلي هياخد دوري وكاس وافريقيا توكلنا على الله بنشكر الكابتن احمد الجرحي وكابتن طارق خيري سعدت ان يكونوا معايا النهارده على امل لقاء بيكم بكره شكرا والى اللقاء